بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. بحمد الله وتوفيق وصلنا إلى التدريب 19 بعنوان اللغة للأستاذ الكبير الدكتور أحمد أمين. من أسباب وقوع الناس في الخطأ اللغوي عدم دقتهم في الاستنتاج، فهناك عقول تستنتج من الجملة أكثر مما يلزم، وهناك عقول تستنتج منها أقل مما يلزم، وكلاهما خطأ. إذا قلت إن الغول مرعب، الغول طبعا هنا هتبقى اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، ومرعب خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، فاستنتجت منها أني أقول إن الغول موجود فقد أخطأت، واستنتجت أكثر مما يلزم، لأن الخيال قد يرعب ولو لم يكن الشيء موجودا. طبعا أنا نجيب الجملة من الأول، لم يكن الشيء موجودا خبر يكن منصوب علامة نصبه الفتحة. وإذا حدثتك عن فرس بأنه أشهب، أشهب يعني مختلط أبيضه بأسوده، يعني الأبيض والأسود يعني. وإذا حدثتك عن فرس بأنه أشهب فاستنتجت أني أقول إنه موجود، كان استنتاجك صحيحا. ومن الناس من لا يفرق بين القضيتين، وليس الأمر مقصورا على الجمل، بل دلالة الألفاظ على المعاني تختلف جد الاختلاف بين الأشخاص بحسب مدنيتهم وثقافتهم وعقليتهم. وإذا قلت كرسي لم يكن معناه عند دي ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أولا أنبه أن عند من الظروف المعربة وليست المبنية، لأن في ظروف مبنية زي الآن وحيث، زي الآن وحيث وأمس وإذا ومنذ، هذه الظروف ظروف مبنية لا يتغير شكل آخرها عند إعرابها، يعني دائما تلزم شكلا واحدا مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. إنما عند، عند هذه الكلمة ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب هو ظرف مكان ولا زمان؟ حسب معناه في الجملة. يعني من قابلته عند المدرسة بقى ظرف مكان، لو قلت قابلته عند العصر بقى ظرف زمان. طب هنا مقول عند الفلاح القروي، أقصد هنا في زمن الفلاح ولا في بيئة الفلاح؟ أيوة في بيئة ومحيط الفلاح. فعند هنا معناها المكان وليس الزمان، ولذلك عند تعرب ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. نصيحة، إذا التبس عليك الأمر مش عارف هي زمان ولا مكان، اعربها، ما تقولش نوعها، قول ظرف بس منصوب علامة نصبه الفتحة، وبكده هتاخد الدرجة كاملة، لأن مش من شروط الإعراب إنك تحدد نوع الظرف. زي البدل مثلا، لما بتجي تعرب بدل مش شرط تقول بدل مطابق مجرور أو منصوب، ممكن تقول بدل مجرور مباشرة عشان ما تغلطش نفسك. عند الفلاح القروي كمعنى عند المدني المتحضر. طبعا هنا المدني المتحضر نعت، لكلمة المدني كلمة المتحضر بتصف كلمة المدني، والمدني مضاف إليه مجرور، فإذا المتحضر هنا هتبقى نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. في كلمة تحت لسه نعربها برضو، بقولي فلكل كلمة هالة. طبعا هنا الكلمة هتبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. السؤال اللي بعديه بقى بيقول لي مقصورا وأعربه. طبعا أذكرك بالمقصور اسم ينتهي بألف خطا أو لفظا. يعني خطا يعني مرسومة بالفعل ألف، يعني إيه لفظا؟ يعني زي هدى، هي مرسومة ألف لكن منطوقة لفظا، مرسومة ياء عفوا، مرسومة ياء لكن منطوقة لفظا إيه يا شباب؟ ألف. إذن كل ما نطق ألف في آخر الكلمة في الاسم يسمى اسم إيه يا شباب؟ اسم مقصور، سواء هذا المنطوق رسم ألف أو رسم ألف لينة اللي هي الياء، يعني ما تحتاجش نقطتين. فكلمة الدنيا قدامنا هي أول كلمة أنا أستطيع أن أنا أقول لك عليها اسم مقصور. اعربه طبعا هيبقى حسب موقعه في الجملة، يعني مول دنيا الجاهل غير دنيا،
الدنيا الأولى دي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة. انتبهوا يا شباب لو سمحتوا، فوقوا كده بقى ايه اللي سرحان ينتبه في الحتة دي علشان ما نخسرش نص درجة أو أنطة أو درجة أو أنطة. لابد ان في ورقتك الامتحانية تكتب في المقصور أنه يعرب بعلامة مقدرة، فدنيا هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة. لكن دنيا التانية تبقى مضاف إليه، لو عايز تجرها تبقى مضاف إليه مجرور بالكسرة الإيه برضو المقدرة. ده بالنسبة للمقصور وتعرفه. والناس بقى اللي بتقول لي أنا بخلط ما بين المقصور والمنقوص، والله بقى حاول تعلمهم بأي علامة. جمع تكسير ثم هات مفردة وأعربه. جمع التكسير اللي هو الجمع اللي مفهوش علامة جمع ولا واو ونون ولا ياء ونون ولا ألف وتاء، اللي هو يعني الجمع المذكر السالم اللي هو المفرد زائد واو ونون أو ياء ونون، وجمع المؤنث السالم المفرد زائد ألف وتاء. فاللي بنحصل عليه من جمع التكسير عمرنا ما نحصل على المفرد سالم، ما فيش علامة جمع هنشيلها ونحصل على المفرد سالم. كلمة أسباب اهي دي جمع تكسير بالفعل، مفردها سبب، فإذا جمع تكسير هنا أسباب ومفردها يا شباب ومفردها سبب، ونعربه يبقى اسم مجرور علامة جره يا شباب وعلامة جره الكسرة. طب ما كلمة عقول برضو صح، عقول هنا برضو ده جمع تكسير، وهنا يعرب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه يا شباب الضم. السؤال اللي بعدي بيقول لي خبرا مفرد لحرف ناسخ وآخر جملة ثم عربهما. طبعا خبر مفرد لحرف ناسخ احنا اتدربنا كتير قوي بقى واشرنا كتير قوي، نخلي بالنا من مطلوب السؤال، هو اولا عايز حرف ناسخ وعايز له خبر مفرد. يعني لما اقول ان الغول مرعب صح، ادي ان واخواتها دي حروف ناسخة، انما كان وكذا دي افعال، ان واخواتها حروف ناسخة، وهنا الخبر مرعب مفرد اهو ده صحيح. لكن في بعض مثلا ان معاجم اللغة تستطيع، لا ده هنا الخبر صحيح ان معاجم اللغة، معاجم اسم ان واللغة مضاف اليه، لكن الخبر تستطيع جملة فعلية ما ينفعش. طب لو جبنا كلمة ان تشرح، طبعا ده خطأ فادح، ده خطأ كبير. أن هنا ليست ناسخة وإنما ناصبة للمضارع فقط. هو في فرق ما بين أن الناسخة وما بين أن الناصبة. الناسخة هي التي تدخل على الجملة الإسمية ولها اسم وخبر، هذا الاسم في صورة ضمير متصل بها أو اسم مباشرة بعده، زي إنك ناجح وإن محمدا ناجح صح كده، اتصلت بضمير في إنك أو إن محمدا جي وراها اسمه. طب ماذا لو جاء بعد، ماذا لو جاء بعد كلمة أن ديت فعل، جي بعدها فعل زي أن تشرح، أن تصوم خير لكم، أن تذكر أخاك بالصلاة فهذا خير لك وله، يبقى أن تذكر وأن تصوم ده فعل مضارع منصوب، وأن هنا لا تحتاج لا اسم ولا تحتاج خبر. فالخطأ ده أنا قلت انتبهوا لي، لأن بصراحة بل أكتير قوي في ورقكم أثناء ما بصحح. نعت جملة وعربها وراها جملة يجوز الاستغناء عنها. اهي بص اهي، هناك عقول تستنتج. عندي عقول ده نكرة ووراها جملة فعلية، جملة فعلية اللي هي جملة تستنتج ويجوز الاستغناء عنها. هناك خبر يعني اركان وليس اساسيات جملة. ده الخبر النعت وأعربناه اللي هو في محل رفع نعت لكلمة عقول. السؤال بقى الجميل ده سؤال بقى من الأسئلة اللي أنا شخصيا بقول عليها مختارات من مختارات أسئلة الثانوية العامة المتوقعة، ده حقيقي. يعني السؤال جديد شوية وعايز طالب مذاكر شوية. فبيقول لي هنا كون ثلاث جمل عن كلمة اللغة. الأولانية يكون تكون كلمة اللغة يعني مبتدأ خبر محذوف وجوبا، تقوم طلع في دماغي كلمة لولا على طول، على طول لولا اللغة ما تواصلنا بسهولة، لولا اللغة ما تواصلنا بسهولة. أي اسم واقع بعد لولا التي تدل على كون عام، يعني حاجة عامة، يعني لولا اللغة موجودة، أصل الكلام كده، لولا اللغة موجودة بينا ما كناش هنتواصل بسهولة. فلذلك نعرب اللغة مبتدأ خبر محذوف وجوبا تقديره كلمة موجود. يعني لو جالك آخر السنة قال لك أي كلمة حطها مبتدأ خبر محذوف اعملها أو هاتها بعد لولا. اللي بعدها بيقول لي عايزه مبتدأ حذف خبره جوازا. انتبهوا بقى عشان الحته دي برضو حتة امتحانات، وعايز الطالب بيركز شوية كده وبيعرف يجيب السؤال وبيعرف يجيب المثال قصدي علشان ما نحوتش عن المطلوب. هو بيقول لي عايزه خبر جوازا. انا افتكر بقى هو انت يجوز حذف الخبر اذا
فهم من معنى الكلام. فاكر لما فلان فعل الجنس كنت أقول لك مثلا أحبك ولا شك، أصل الكلام ولا شك في ذلك، الله ينور عليك. طب أنا عايز بقى أقول أو أجيب كلمة لغة مبتدأ حذف خبره جوازا، طب ما أنا أعملها إجابة استفهام. يعني إجابة سؤال. بص كده، ما وسيلة التواصل؟ اللغة. شفت أنا سألت قلت ما وسيلة التواصل وحطت علامة استفهام وقمت كاتب اللغة. كلمة اللغة ديت مبتدأ خبره محذوف جوازا، أصل الكلام أقول اللغة وسيلة التواصل. عارف بالظبط زي ما أقول لك إيه مثلا، مثلا من معك؟ تقول لي محمد. على فكرة هنا المفروض تقول لي محمد معي. إذن إذا أردت مبتدأ حذف خبره جوازا فاجعله إجابة لاستفهام، بس الاستفهام ده يكون بيسأل عن الخبر علشان يسأل عن المبتدأ عشان يبقى الخبر معلوم من معنى الكلام. طب وفي الثالثة، خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، الله على الجملة، أسهل حاجة نعمة وبئسة. أيوة، يعني تقول لي مثلا نعمة، أو نعمة ما يتواصل به الناس اللغة. نعمة خلي بالك مخصوص بالمدح أو بالذم، بس هنا لما تجيبه ما تجيبوش مع حبذا، عشان حبذا هيبقى مبتدأ مؤخر فقط. هاتوا مع نعمة وبئس، وما تجيبوش رقم اتنين، هاتوا رقم تلاتة. يعني ايه؟ ما اقول ذم التتار او امدح مثلا الصادقين، امدح الصادقين، امدح الصادقين، ما تقوليش نعمة الصادقون، لا قولي نعمة الناس الصادقون. كلمة الصادقون كنا بنعربها ايه لو تفتكر؟ ها دور في ذاكرتك شوية. مبتدأ مؤخر او ها خبر لمبتدأ محذوف. ايوه هي دي اللي انا عايز امسك فيها بقى، ان في المخصوص بالمدح والذم مع نعمة وبئسة يجوز اعراب المخصوص بالمدح او الذم خبر لمبتدأ محذوف وجوبا في حالة الممدوح تقديره، في حالة المدح تقديره الممدوح، وفي حالة الذم تقدير المذموم. يعني لو قلت بئس قوما التتار، اصل الكلمة او اصل الجملة ديت بئس بئس القوم، قلت بئس القوم التتار، اصل الجملة دي بئس القوم المذمومون التتار. ما قول نعم الناس الصادقون، ها نعم الناس الممدوحون الصادقون، او نعم الناس هم الصادقون، او بئس القوم هم التتار. اذا يجوز الحته دي جايبينها كده من وسط القواعد، من وسط كم قواعد كبير، وتصرفت بيها وخليت اللغه خبر لمبتدا محذوف وجوبا. فخلي بالك في احتمالات كتير، بس مش عايز اطول عليك السؤال لان انا عايز اركز نخلي بالنا لو عايزينها مبتدا لخبر مخبر ومحذوف وجوبا نجيبها بعد لولا، لو عايزينها مبتدا خبر ومحذوف جوازا نجيبها اجابه استفهام، لو عايزينها خبر لمبتدا محذوف وجوبا نجيبها مع نعمه او مع بئس. فانتبهوا لان ده سؤال امتحانات. السؤال خمسة بيقول إن معاجم اللغة لا تستطيع أن تشرح دلالة الألفاظ شرحا تاما، ضع بدل المصدر المؤول مصدر صريح وبين موقعه الإعرابي. لو أن تشرح ده، إن معاجم اللغة لا تستطيع شرح دلالة الألفاظ شرحا تاما. شرح هنا نعربها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أعرب ما تحته خط أعربنا. الإمام رادف أشهب، أشهب زي ما قلتها أثناء ما كنت بقرأها في الفقرة، هي اختلاط الأبيض مع الأسود. طبعا هي لها معاني أخرى في المعجم، لها معاني اليوم المجدب أو العام المجدب، ولها أحيانا معنى القوي الشديد، ولها معنى اللي هي الأبيض واختلط بالأسود. هنا ما يقول لي فرس أشهب يبقى إيه؟ الفرس الأشهب هنا يقصد به الفرس الذي شعره أسود واختلط بالإيه؟ بالأبيض. تختلف جد الاختلاف، أي تختلف اختلافا شديدا. ما معنى تختلف جد الاختلاف؟ أي تختلف جدا. يعني استغرق أسلوبا خبريا ثم حوله إلى أسلوب إنشائي وبين الفرق بين الأسلوبين. يعني إيه أسلوب خبري؟ ما فيهوش لا أمر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا دعاء، بالضبط كده. طيب لما يجي يقول لي مثلا هنا أدور على واحد من دولت، أي جملة ما فيهاش الكلام اللي أنا قلته ده. يعني لو جبت جملة ببساطة كده قلت إن الغول مرعب، الجملة دي أسلوب خبري لأن ما فيهاش حاجة من اللي أنا قلته. طيب أنا عايز أحولها لأسلوب إنشائي، هل الغول مرعب؟ احذر فالغول مرعب. يبقى أنا كده حولتها الجملة إيه؟ إنشائية. ما هو الفرق ما بين الخبر والإنشاء يا جماعة؟ أن الإنشاء يحتوي على معنى الطلب،
وفي إنشاء غير طلبي بس غير مقرر علينا في المرحلة الثانوية، حلينا في الإنشاء الطلبي. أقول الفرق بأن بين الغول مرعب وهل الغول مرعب. الغول مرعب جملة خبرية خلت من الطلب، وهل الغول مرعب دي جملة إنشائية أو جملة استفهام. طبعا في طرق كتير، أنا بس إيه بختار الطريقة البسيطة اليسيرة اللي تضمن لك درجتك إن شاء الله. كيف تكشف في معجمك عن معنى كلمة المتقدم؟ هنكشف عنها في قدماء باب القاف فصل الدال ثم الميم. أبناء الطلاب، وبكده وصلنا لنهاية التدريب 19. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا التدريب، وخصوصا السؤال رقم 4 بتاع أدخل كلمة اللغة في 3 جمل مختلفة. وفقكم الله وهداكم وثبتكم وذكركم ما نسيتم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.